السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عند أختكم نادية. مساء الخير عليكم، جمعة مباركة طيبة معطرة بذكر الرحمن. مرحبا بكم معايا، دائما نقولها هذه الأمسية الطيبة، مساء يوم الجمعة. إن شاء الله يا ربي نتوما تاني راي عندكم هذه الأحوال، راهي مغيمة عندنا. باغ كونت اوني لو سواغ لا اوني فيغ 8 دو سواغ. الوغ الحمد لله يا ربي، ربي نزل علينا هاد الرحمة، ان شاء الله غادي تمطر ان شاء الله. بالك بإذن الله تعالى قادر على كل شيء. نتوما تاني ان شاء الله راكم بخير وعلى خير، ان شاء الله ينزل لكم هاد الفيديو ويوصل لكم نتوما والأهل والأحباب بصحة وعافية يا رب العالمين. ان شاء الله بغيت ندير معكم جولة خفيفة هكا في السطح عندي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو وما تبخلوش عليا بالجام، جزاكم الله خير. جام والجام هو اللي طلع الفيديو، وكي يطلع الفيديو اليوتيوب يقترحوا على الناس. ان شاء الله يا ربي تفهموني. من منا لا يحب هذه المظاهر، هذه الاجواء، سبحان الله العظيم. اقعدوا معايا ندير لكم دوره خفيفه هكا مع بعض النباتات اللي راهي باقيه معايا مالغري درجه الحراره، مي كمان راهي صامده. اولها نبدا بهذا البتيت ديسباس هذا اللي راه منا. هذه هنايا شوفوا القاطيل، حنا نقولوا لها قروفله فوالا، وبالفرنسيه جو سي با ستاني جو سي با جي بلانتي كو سيت فاريتي هذه اللي يدير هذه لي فلور جون. يا نورمالمون عندي بزاف الانواع تاعها، عندي البني، عندي الاحمر، والله ما شاء الله. هذه هي ناضت، هذه تاني شوفوا هاد الشجره، وهاد الايونيوم تاني راهي صامده معايا. غادي كاع نقصصها كاع من هنا، وغادي كاع ندير لها التجديد. هاد الصايب خاصك هنايا كبرت مسكينه ولازم لها العنايه والاكثر منها. هذا تاني هذا وين ما يسيب ينوض، مالغري ما نبغيهش مي راهي وما ندور نصيبو. الوغ هذا النبات وسي كراسولا، ولا هذا النوع تاني شبه بزاف. هذا النوع تاني شوفوا كي داير، مي درجة القراءة اثرت عليه بزاف. هذا النبات اصابع زينب وسي، قلعت منو غير كلكو برانش هكا وغرستهم هنايا، وقلت بالك كي دار الاكثر منو غادي نقلو. فوالا هذا النبات وسيره هنايا شوفوا ما شاء الله. هذه اللي يقولوا لها زهره الصحراء وقيله، والله ما نعرف اسمها وات اكزاكت، مي سمحوا لي بركي لا غلط. وهذه كي يقولوا لها يا ربي راحت، كنت حاول كنت عرفتها سبحان الله وراحت برا. معليش ندير عليها صوره مصغره مالكي هكا شابه. هي على فكره راني دايره الاضاءه تاع التليفون، ماشي رانا قلت لكم اوني لو سواغ لا. فوالا جيت من هكا، هذا هو الحيط من اللي غارسه فيه هذاك لي بلونت. فوالا هادو درتهم هنايا غير ديكور هكا سيتو. معليش نقعدو هنا حتى يجي وقتكم. فوالا نهود من هنا عندي هاد الجلد الافعى ولا لا لانغ دو لا بيل مير، وهذه وسي المكحله هي اللي قلت لكم بلي راهي صامده مالغري درجه الحراره المرتفعه. هذه تاني باس قداره هنا كبير ما شاء الله. فوالا هذه هي نباتاتي
في هذا الصيف؟ هذا تاني باص كبير ما شاء الله كبير، هذا تاني يتحمل درجة الحرارة، بصح نزكيهم خاصك يوميا راني نزكيهم. وهذا الكلان كلان شاو جو كوا يسموه، والله ما نجم نقولكم. شوفوا سبحان الله كي شباب لابو تاعو سي ديفيرون، سبحان الله العظيم يخلق له ما يشاء. دير عليها صورة مصغرة هكا. هذا تاني نوع من انواع العصاريات، بصح هذا ما ننصحكمش الا بغيتو تشرو منه. هذا سي سي فراجيل فراجيل، اي واحد يفوت منه هكا غير هكا يتوشيه اللي فايتو ويطيحو. ما راكم تشوفوا هنا شحال من وحده راهي طايحه. فوالا هذه هي، نجي من نوريكم الاجواء كي راهي عندنا. ما شاء الله اجواء صيفيه، الغيام راه عندنا ان شاء الله غادي تمطر سامدي وديماش، الله اعلم. ونكمل الفيديو بهذا المنظر تاع انواع الحبق اللي عندي. شوفوا سبحان الله، هادو اللي عندهم لي في هكا بوتي راهم يديروا لي في لي غران، وانا غير قد لي هاد النوع يدير لي لي غران غادي نقلعهم. هذه هي والنبتة اللي قلت لكم، اللي قلت لكم تلفت الاسم تاعها، هي ملكة الصنوبر. هذه هي ملكة الصنوبر، هذه هي سبحان الله. شوف شحال شابة وسي فاسيل، نقصص غير واحد منها هكا، فوالا هذه هكا نحطها هكا تلامس التربه تطلق لي غاسين وتنوض. ولا حطيتها ما نحطها غير هكا فوق التراب، هي تبدا تطلق لي غاسين من وتنوض، ما تنوضش هكا، تنوض هكا تطلع منها هكا واقفه. سبحان الله والله ما شاء الله، سهل ما يطلبش العنايه. وال هذه هي نباتاتي البسيطه والرائعة في نفس الوقت. ما تنساوش الصلاة والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما تنساو ليش اعجاب الفيديو ومشاركته مع الأهل والأحباب لتعم الفائدة ويوصل لأكثر ناس ممكن يشوفوه، وهكا باش اليوتيوب يقترحوا على الناس لمالا. أيا ونكملها بنبات القطيفة اللي هو نبات السجاد. شوفوا سبحان الله العظيم، مي كمام من تلمو اللي ما أثرتش عليه درجة الحرارة، دخلت فيه واحد الدودة، واحد الحشرة، أيا وبدات بدات تخسروا لي. شوفوا سبحان الله جميل كاع كيما هاكا، ودارت لي فيه لي طخو هاكا، مي كمام قضيت عليها ما خليتهاش هذيك الحشرة تدور. هي نقولوا حنا سي نورمال، كل حشرة عندها عطاها ربي نبتة تغضي منها، مي انايا من تلمو اللي نبغي هذا السجاد مانيش باغياته يخسر لي. فوالا هذه هي، هذا هو فيديو تاع اليوم، هذا هو اقتراحي لكم في هذه الجولة المسائية. ان شاء الله راكم بخير وعلى خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.